باب باب مقفول. انت اللي برا باب. انت اللي هنا. مفيش حد موجود هنا. ايه يا كامل ده ولا مطعم؟ دلوقتي اوامرك ايه يا باشا؟ عايزين نروح. ايوه معلش انت هتنام وهتنامنا جنب منك، عايزين نروح. ما احنا هنروح كلنا يا باشا. يعني هنبات احنا؟ انتوا ميتين في المحل، انا هنبات احنا؟ انا هقول لحد دوكاندا ده ولا مطعم؟ انا جاي اتعشى وامشي. عايزين نخرج، عايزين نروح. ما تخليش الراجل ده يزعقني. مالكش دعوه بالراجل ده، تعالى في العيال المخروبه دي. بيزعقني لحضرتك. معايا زعق من حاجه زعق. لا انا كنت دفعت فلوس عاوز اروح. لو لو انت بتجيب من المحل عاوزين نروح احنا. انت عارف ان ده بايد حضرتك وانا مانع. انت مش شغال هنا؟ لا انا شغال هنا بس انا مش بمانع. عارف كل حاجه، افتح لنا الباب بدل ما اكسره على دماغك. هقول لحضرتك اكسره على دماغك. مين اللي معاه المفتاح؟ ريمون. وفين هو ريمون؟ في البيت حضرتك. طب هجيبه منين ريمون؟ افتح لنا الباب انت اتكسر. هتفتح الباب ولا ابلغ البوليس دلوقتي؟ خلص في التليفون، خلينا نمشي من هنا يا عم الحاج. الو مش ريمون ليون اللي يهدد الفستان؟ هيقول له ربون وهقول له بتاعه وهقول له مش عارف ايه. بص يا عم الله يخرب بيتك، خلص. هقول لك على كلمه. بقول لك خلص. هقول لك على بقول لك خلص. هات التليفون. هقول لك هات التليفون. هات التليفون. هكمل معاك. انت راجل كبير. هات التليفون. كمل مع ربون عشان نخلص. حضرتك الكارت خدت مفتوح. حاضر يا بيه. اصل القرعه تتباهى بشعر بنت خالص. بلا قرعه بلا خرق. ايه اللي جاب القرعه هنا في المطعم ده؟ هات التليفون لو سمحت. بيقول لحضرتك ممكن يجي. اقفل التليفون. ممكن يجي يفتح لكم. من انت؟ هيجي يفتح لكم. ده انت ده. الساعة 7. هتفتح الباب ولا مش هتفتح الباب؟ هنا في تكييف حضرتك جوه. ما ينفعش. مش عايزينه. طب في باني ممكن. ما يلزمناش، عايزين نروح. قوم افتح الباب. تكييفنا وكل حاجة في بيتنا. قوم افتح الباب لو سمحت. عايزين الباب يتفتح ولا نكسره. طب ثانية واحدة، ولا نكسره ولا حاجة بقى. أنا هتكلم مش وبيلي بابس. يا رب بقى لا 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 تمام الحمد لله. الحمد لله. لا انا بزباين عندكم ان شاء الله. لا وفي كمان دلوقتي عشان لاست اوردر اجيب لحضرتك عصير على حساب المحل حضرتك. يا سيدي كتر في خيرك وشكرك. 16 جنيه بس يا فندم. ماشي الله يخليك. طب حضرتك ليك باقي مش كده؟ باقي عشان ليك باقي. باقي عشان. طب اشكرك يا فندم، متشكر جدا جدا. Have a nice time. باي 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 باي. ايه ده؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ انا لوحدي هنا؟ ايه ده؟ انت عمال؟ انت عمال؟ الله 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 الله، احنا اتحبسنا هنا ولا ايه؟ في ايه هنا؟ انت عمال؟ انتوا العالم اللي هنا؟ انتوا يا بشر؟ استغفر الله العظيم وكل ذنب. مفيش بني ادمين هنا؟ حد رد علينا. ايوه ايوه انت يا بني ادم. ايوه انت اللي بتقول. ايوه رد عليا. مين انا؟ انا اسمي انا محبوس. ايوه انا جاي اهو، انا جاي اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت لابس كده ليه؟ يرضيك حضرتك الناس وكلامك ده؟ انا ده انا زعلان ايه؟ ما لقيناني نام. مش حد تنام على دماغه. افتحوا لي الباب. طيب ده حضرتك دلوقتي بس عشان نتفاهم، مش رومون هو اللي قفل حضرتك بره؟ انا ما قفلتش حضرتك. ولا مش رومون ولا حطران ولا زفت. اتصل عليه شوفوه لحسن لكم الباب. هل من ممكن حضرتك تبيت معانا والصبح؟ ايه يا اخويا؟ تطلع ايه يا اخويا من هنا؟ انتوا فاتحين القام ده بقى على كده بقى؟ لا حضرتك يبقى كل يوم بقى زبون بتعملوا فيه كده هو. لا يا فندم. ايه انام معاك؟ لا يا فندم لما اقول اسيب بيتي وعيالي عشان انام معاكم؟ دي عشان دي واحد ينام معاها. انت ممكن لوحدك دلوقتي بجامه صغننه كده؟ بجامه؟ اتصرف. اكسر الباب اللي اكسرهولك. عبد الله ما هرتب لكم المطعم ده وعامل لكم صبح واصحى بره هنا اهو. الو ايوه ايوه مش ريمون. اتفضل يا باشا اتفضل. انا مرتاح كده عشان خاطر انا مرتاح كده. مش رومان ليفونتي جيسون فرنسي؟ لا اتكلم عربي يا حبيبي عشان افهم بتقول له ايه. عشان حضرتك هو ما بيعرفش غير فرنساوي. حضرتك قول له بالفرنساوي بتكلمه ده بالعربي اللي انا بقوله لك، هولع في المطعم هكسر الدنيا كلها. مش رومان بيروس سيبي كروسين ديفوتي للمطعم تشوف صباون اجيز. زعلان الراجل، زعلان زعل لما سمع كده. انا قلت له نفس الكلام اللي حضرتك قلته، بقى واخد على خطر. والحل ايه بقى يا مؤاخذه؟ طب استناني بقى. عشان مش عايزك تزعق عشان هو ما يتضايقش.
عشان خاطر طب اديني بقى الموبايل لمؤاخذه وانا اتصل بعيالي يجوا دغدغوا الدنيا ان هو بقى دلوقتي اخليها كلها تراب. بص يا متر، بنجيب من الاخر 5 ثواني ويتنفس خروجي دلوقتي حالا من مطعم الزفت ده. حاضر. مفيش هولع لك فيه. حاضر ماشي. حاضر. انا واقف اهو وهمسك ال5 ثواني بالساعه وبالثانيه. في ايه عندك؟ لا انا كل حاجه موجوده حضرتك، لو انت عايز منين ممكن، لو عايز فراخ بط حمام. دي واحد كباب وواحد فراخ بانيه يا صاحبي. فين الفراخ؟ الفراخ هنا. هنا؟ اه حضرتك اتفضل. الف هنا اتفضل. يا رب يا فندم الاكل يكون عجب حضرتك. لا لا لذيذ ممتاز. جميل جميل. لا جميل بصراحه. طب احنا علشان لاست اوردر حضرتك جميل، فبس بنطلب من معاليكم انكم تقولوا لنا تشربوا ايه ساعة سخن. تشربوا ايه؟ اي حاجة برتقال. اي حاجة فريش يعني عصير فريش. بس ده لاست اوردر حضرتك، اجيب لك اي حاجة فريش. اوكي ماشي. طب بليز حضرتك عشان الحساب. كام الحساب؟ من غير العصاير 75. ميرسي لزوا حضرتك. ميرسي يا هاني. اتفضل. فرصة سعيدة جدا. دي كدوم محل حضراتكم. انا وسهلا. ميرسي. اتفضل اتفضل. شيل كل بقى الحاجات اللي موجوده. هاف نايس تايم. باي باي. في باب تاني. طيب هنا بقى ولا ايه؟ شوف كده يمكن يكون في باب تاني. يا مير يا جماعه اللي موجودين هنا. امي شوف حاجه نبدا. انا اعمل ايه؟ ماما اهدي. طيب انا معاك اهو. يا باشمهندس انت يا حيوان اللي موجود هنا. ايمن ادم يرد عليا. وبعدين؟ طيب 60 نيلة بقى. احنا ايه اتحبسنا هنا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. استغفر الله يا رب. مفيش أي حد، مفيش أي حيوان حتى أكلمه. يا سادة! أمر أنا مش هينفع كده بجد، أنا اتأخرت. اهدي يا ماما. أنت الحيوانات اللي هنا. ما أنا بندى، مفيش أي بهيم راضي يرد عليا أصلاً. اهدي يا بندى. اهدي يا بندى. أيوه. اهدي اهدي اهدي. انا قاعد في الوكام ده هنا ولا انت نايم؟ ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ انت يا استاذ انت كلمني. ايوه حضرتك. انت نايم هنا ازاي اصلا؟ دلوقتي مش مستر ليمون وخارج قال لك هارو لايف ستايل. مين مستر؟ اه في واحد قال هارو لايف ستايل. اه اللي عدى دوت. انا دلوقتي جيت قعدت عندكم وعايز امشي الاقي الباب مقفول عليا؟ احنا دلوقتي عايزين نخرج. افتح لي الباب. انا مش فاهم منكم حاجه بصراحه. يا انت هتلففني وراك المحل. ما انا مش فاهم. افتح لي الباب، عايز اخرج. الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي انا هنكتبه. حضرتك ما تقدرش تكسر حاجه. هنكتبه وعلى دماغك. الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي انا على دماغك. اتفضل اعمل انت عايزه، انا تحت امر حضرتك. يا عم ما تعمليش كده. افتح لي الباب. انا مش هقدر حضرتك. افتح لي الباب. بص بقى انت عملت ايه؟ ازعجت زمايلي نايمين. طب انت حط الباب زمايلي دول. اه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا. اهو احنا فين هنا؟ اهو مستشفى مجانين دي ولا ايه؟ يا عم ازعجت مين؟ انتوا ايه اصلا؟ انتوا بتعطوني الميه؟ كنا نايمين. ما اتكلم انت ولا في ضهري يا بخور. دي انا لسه لازم اتكلم معاك. كنا نايمين يا عم. انت يا عم استنى ما بتكلمش معاك. يا بيه قلت لك جمله ما فهمتهاش. ايه هي؟ لا انت ولا الاخت رانيا. يا عم مالكش دعوه برانيا، ما اسمهاش رانيا. الاخت رانيا حضرتك مش متكلم. انت ما تفتحش اسمي على لسانك. ايه اللي انت مالك فيه؟ ايه؟ ما انا بكلم حضرتك. انت مجنون؟ مجنون. تفتح لي الباب دلوقتي. ما تكلموش يا رب. عمرو ايه اللي ارجوك؟ ارجوك انت مش عامل حاجه، عمال تتكلم كده وخلاص. طب انا اعمل ايه يعني؟
افتح لي الباب اصلا. عايز تضربني اتفضل. عمرو انا اتأخرت. افتح لي الباب. سيبوني على حقي. انا هكسر لك الباب ده لو ما اتفتحش. يا باشا كسره، احنا تحت امرك. دي لازم تروح بمعاك وانت ما تعرفش ابويا يبقى مين دي. ابويا مين؟ ابويا مين؟ لا انت معكش. افتح الباب بقى وانا اوريك ابويا يبقى مين. المحل ده هيتقفل، المطعم ده هيتقفل على الحوش. المفتاح مع مين؟ ثانية واحدة. كلمني المفتاح مع مين؟ لسه راجل. ابوك مين؟ سيب العيال. ما تقولش اسمي. المفتاح مع مين؟ مع مسيو ريمون. فين مسيو يوسف؟ روح. نمرته كام مسيو يوسف؟ هات الموبايل انا اطلبه. خد الموبايل اطلبه. حضرتك بيتفتح المكان هنا الساعة 9، ده اللي انا عايزه. ايه؟ 9؟ 9 صباحا. 9 ايه؟ 9 صباحا. استني من هون ده. استني ما احنا هنجيبه من بيته اهو يفتح. اهدي يا ماما. مسيو ريمون. استغفر الله العظيم يا رب. ليه نون دي سيان دي شانس دي يو. فضل الهبل بقى والعبط، ايه اللي بيقوله ده؟ يلا ما هي نعصاها. عارف ايه بقى؟ ايوه الموضوع ما بص بص. الموضوع انتهى. ايوه ازاي؟ خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. ازاي؟ عرفني بقى ازاي انتهى؟ الخروج الساعة 7 مش 9 حضرتك، ولا مفيش مشكلة. الساعة ايه؟ الساعة 7. ايه؟ وديك باك في الشارع؟ بص بقى انت واعي اللي انت بتقوله؟ انا هقفل لكم ام الزفت ده. عشان ده محل محترم ما ينفعش يدور على الزباين. وبعدين يعني انت مش ناوي تفتح الباب دوت؟ انا عايز اعرفه. بص بقى باباكي مين؟ الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي خليتك سودا زي وشك كده. انا عودتي باباكي مين؟ خليتك سودا زي وشك.